تنتبه لي خلي بس بالك علي حطني ما بين امشك والعيون ترى دونك حياتي ولا شيء. نعم هي الصورة النمطية التي ارتبطت بالنواعم جميلة أنت وفارس أحلام والقصة تنتهي سعيدة وهي صورة جديدة للنواعم التي تفنن في التشجيع من المدرجات وهي معاناة تعيشها المرأة يومياً في بيتها. لك لساتة عم ترج يا بعد لك ان شاء الله إلهي ما بتهدي رج ولك ثبت بصيبك دائم لك اجت لك لا لا راحت لك راحت تروح روحها حظي إن شاء الله تروح القصيدة القهوة مباشرة وغير مباشرة لأجلك. نقلب الصفحة. المهم اليوم خلينا نسولف الكورة. اليوم اليوم حيكون ناري. فلم تكتفي المرأة بالتشجيع ولم ترضى بسماع النتيجة وافقت وأرادت أن تخوض التجربة. فهل نجحت؟ الإعلامية المتميزة أمل إسماعيل من جمهورية اليمن. الأميرة يقولون اليوم حنفوز 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 إن شاء الله. مرأة اليوم في الميدان والميدان أصبح صديقاً وفياً. سؤال منها وجواب منها وتكريم واعتراف وتحدي. مرحبا اسمي أرزو مصورة بحرينية وطبعاً دخولي لعالم التصوير كان عن طريق بوابة خليجي 21 في البحرين ودخلت الملاعب في 3 بطولات خليجية وراح أثبت أن المرأة الخليجية قادرة على أنها تنافس الرجل في كل المجالات في جميع المجالات ومن ضمن التصوير داخل الملاعب. المرأة محللة عربياً وأوروبياً وبين خطأ المدرب واللعب خط رفيع لا يغيب عنها. تشجع لها ميول لكنها تعترف بخسارة ناديها. هارد لك مدريدين ومبروك للأتلتيكو إنجاز فازوا على ريال 4-2 في الوقت الإضافي. لولا فلسفتك يا مارسيلو كان الحين فايزين 2-1 ومروحين. مان سيتي ومان يونايتد وأنا أبى أشوف مورينيو يوم يسوي هالحركة صار حركة ما أعرف شو سميها يعني. وهناك وراء أسوار الاتحادات تتحدى الرجل وبعيداً عن التحدي نقول هي تدعمه وهو أيضاً وأمثلة كثيرة. A woman has a choice to dream and she can action. Why? Because the reforms that their excellencies are talking about are happening on the ground. هناك اتحاد سعودي لكرة القدم وهناك عضوتان حملتا الراية ولأول مرة في تاريخ المملكة وتجارب بدأت تطبق على أرض الواقع. أول شيء أحب أشكر معالي الاستشارة الشيخ وصاحبة السمو الملكي الأميرة نيمة الداعمين لشباب وشابات الوطن والأستاذ قصير فواز لثقته بانتخابنا على أعضاء مجلس الإدارة. مرأة قيادية بارزة فاطمة سامورا السنغالية المسلمة أول سيدة تشغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل 3 سنوات بثقة كبيرة تتحدث وبثقة أكبر تعرض برنامجها على رئيس الفيفا. أشعر بالسعادة ومتحمسة جدا لأقدم الكثير كامرأة داخل أسوار الفيفا. في وطننا العربي تحديات كبيرة وقفت أمام المرأة لكنها استطاعت أن تثبت أن اختيارها لم يكن من عدم. المرأة الإماراتية الحمد لله بدأت تشارك في جميع الألعاب والمرأة العربية والمسلمة الحمد لله رب العالمين بدأت تثبت وجودها على مستوى العالم سواء كان في كرة القدم الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية. هذا كان حلم شخصي لي يعني من زمان أني أخدم الرياضة النسائية وبالأخص كرة القدم النسائية. أنا أكثر إنسان عانى في وجودي في الوسط الرياضي لكن ما فكرت ولا بالغلط في إنه أبتدي فأسرتي وقفت معي وقفة صلبة فحاستمر طالما إنه أنا حاسة بإنه ممكن أدي الوسط ده وممكن أقدم اليوم حاكون موجودة ولحد ما المجتمع نفسه يتغير بشكل أو آخر. هي المرأة وهو عالمها الجديد القديم. بين مبدا اثنين يحكوا فيها 1973 المباراه صارت بطهران اللي جاب الجول عبد الغني طاطيش دقيقه 56 راديه صلاحه صدى الملعب